أبدأ مع حضراتكم أنه النهاردة سيادة الرئيس السيسي التقى بقادة القوات المسلحة وقدم ليهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. كل سنة حضراتكم طيبين وكل سنة والجيش المصري العظيم بخير يا رب دايما. النهاردة بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي وخلال اللقاء دار وأدار سيادة الرئيس حوار مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة. موضوع زي ده مهم، موضوع زي ده مهم، إيه حوار سيادة الرئيس مع قادة القوات المسلحة عن ما يدور في العالم بشكل عام على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. خليني أرحب على التليفون بسيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية نصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم. اهلا فندم، مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور هشام. كل سنة وسيادتك طيبة والأسرة فندم. أهمية لقاء سيادة الرئيس النهاردة مع قادة القوات المسلحة والحديث والحوار عن ما يدور على المستوى سواء الإقليمي أو العالمي أو حتى المحلي. يعني طبعا هي أولا ذكرى عزيزة علينا كلنا، وهي ذكرى انتصار 10 رمضان 6 أكتوبر. نعم. وفي هذه الذكرى كان في لقاء والصلاة في مسجد السيد المشير طنطاوي. نعم. النقطة المهمة أن دايما القائد الأعلى للقوات المسلحة طبعا رئيس الجمهورية في أي لقاء شرح الوضع المحلي والإقليمي والدولي مهم جدا، لأن يعني المتغيرات اللي احنا بنشوفها. أولا الـ هذا الوضع الحقيقة له تأثير على المنطقة وتأثير على مصر، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا مش بمعزل عن العالم. وحضرتك شايفة ان الحرب الروسية الاوكرانية تأثير على العالم شكله ايه، حتى الدول اللي على الحياد، حتى الدول اللي هي بعيدة جدا عن منطقة الصراع. طبعا الاعلام بيقولوا كل حاجة، لكن في تقارير اكثر عمقا واكثر تفصيلا واكثر شمولا. السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة يهم ان هو يناقشها مع قادة القوات المسلحة. ودايما حضرتك عارفة احنا عندنا رؤية استراتيجية بعيدة المدى بحيث ان احنا نتجنب اي سلبيات لاي متغيرات في العالم على مصر، سواء في بعدها السياسي او العسكري او الاقتصادي او الاجتماعي. والنقطة دي مهمة جدا، لان الدولة لما عندهاش رؤية بعيدة المدى واستراتيجية واضحة علشان تتجنب السلبيات دي او على الاقل تقلل من شدتها. نعم. حتى تأثر او حتكون ضمن مخططات الاخرين. نعم. ودي نعم. نقطة مهمة جدا، وده الحقيقة اللقاء ده، وهو لقاء متعدد الحقيقة. يعني النهاردة يمكن كان فرصة في ذكرى جميلة للعاشر من رمضان، لكن اللقاء ده متعدد ومستمر ولا ينقطع. اللقاء مع قادة القوات المسلحة بالضبط. المصرية والحوار عن ما يدور على مستوى العالم. صحيح، ويمكن الندوة التثقيفية اللي احنا حضرتك بيحضرها جزء من شرائح القطاعات المدنية، الندوة دي كانت بتتعمل من زمان جدا، وكان بتبقى شرح وافي جدا من كل قادة القوات المسلحة، وكان من السيد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ويعني الجديد فيه ان رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة ايضا هذه اللقاءات في منتهى الأهمية. عايز اقول لك في منتهى الأهمية، لأنها لازم نبقى جاهزين باستمرار لأي متغيرات. ده طبيعة الوضع العالمي الحالي.